بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه: إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لائتلاف شباب 14 فبراير على القيام بهذه الفعالية التي تشكل نبراسا يهتدي الأحرار بنوره في نهاية هذا النفق المظلم من هذا العام وبداية عام جديد. نسأل الله أن يكون عام فتح وبركات على هذه الأمة الإسلامية. في مثل هذا اليوم من سنة مضت أعلن الطاغوت السعودي بكل عنجهيته ولؤمه قطع رأس العالم الشهيد شيخ الشهداء آية الله النمر. ابتلأت بهذه الآيات أيها المحفل المبارك، يا محفل الكرامة، لأنقل لكم رسالة مهمة في مسيرة أي مصلح وقائد رسالة نضعها نصب أعيننا. نعم، نضع هذه الرسالة نصب أعيننا في طريق الكرامة لأنها رسالة أضاعها الكثير والتزمها القليل لصعوبتها وقلة السالكين لدربها. رسالة مطلعها الإمام الحسين عليه السلام ومغربها قلب كل كريم حر. إن الحسين كان أمة بنفسه، فقد قوض وفضح أكبر وأبشع ملك عضود مر على هذه الأمة الإسلامية، ملك بني أمية. ملك بني أمية تلبس بالإسلام كشرعية له، وكذا ملك بني سعود وبني خليفة فقد تلبسوا بالإسلام وهم ليسوا من الإسلام في شيء، منهجهم الوهابية. ولكن كما ظل دم الإمام الحسين يغلي على امتداد 70 عام تجرع فيها بني أمية صنوف الاستحقار والمقت من جميع الأمم في زمنهم، حتى تهاوت مملكتهم بشعار الرضا من آل محمد، سيبقى دم النمر يغلي حتى تتهاوى عروش الطغاة. مرقد الحسين اليوم هو أكبر مزار على وجه الأرض، هو قبلة الأحرار، هو معين الكرامة للأبرار، ولا عزاء لخربة يزيد. عودا على بدء، لكل أمة حسين، وحسين هذه الأمة هو العالم الشهيد آية الله النمر. سيبقى دمه يغلي إلى أن يقذف الله البغض في قلب كل مسلم لشجرة بني سعود الملعونة التي تلبست عار جريمة قطع رأسه. وسيشهد جيلنا بإذن الله سبحانه وتعالى قذف الله الهلع والعار في نفوس أفراد هذه الشجرة الملعونة حتى تهاوي عرش طغيانهم، وحتى يسأل آخرهم من أين أنت، فيتبرأ من شجرته الملعونة كما يذكر لنا التاريخ تبرؤي آل أمية من اسم عائلتهم لعظم وفداحة العار الذي حملوه
من ذلك الاسم المشؤوم. ما قتلت تلك الشجرة الملعونة إمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين إلا لأنه طالب بالإصلاح، كما قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله. وكذا النمر قال وطالب بالإصلاح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وكما قال الحسين: فعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. كذا قالها النمر: إذا بليت الأمة براع طاغ كبني سعود وبني خليفة. إنه نفس المنهج ونفس المستقى ونفس المنبع، ولكن من طرف آخر نفس الخذلان ونفس مسالك الطغيان والفساد. ما أشبه اليوم بالبارحة؟ تشاهدون اليوم كيف أن العالم كله يتربص بنا نحن المسلمين بفعل دعم هذه المملكة الخبيثة الإرهابية أفعال إرهابيها في العالم كله، من شرقه إلى غربه، بمنهجيتهم وفكرهم الوهابي الإرهابي، منهجية قطع الرؤوس وسلب النساء والنفوس. لقد شوهوا اسم الإسلام فصار على الإسلام السلام. من هنا، إن لم تتوحد جهود هذه الأمة وجهود العالم أجمع لقطع دابر هذه الشجرة الملعونة، فسندفع ويدفع العالم كله ثمنا أغلى مما دفعنا، وهو ليس ثمن بسيط، فقد دمرت أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن وغيرها من بلدان العالم، غير تلك البلدان التي طالها شرر الإرهاب، وكله من وراء ذلك الفكر التكفيري الذي لا يرى إلا نفسه، والذي لا يرى إلا أجندته السياسية. هو ليس من الإسلام في شيء، ولكنه فكر متطرف. في الشق الثاني من هذا الحديث أريد أن أتحدث عن أمر يرتبط بنا نحن، أمر نستقيه من عبر وقصص القرآن لنأخذ منه الحكمة. ففي الآيات التي بدأت بها الحديث تحدثت عن بني إسرائيل وكيف أنهم هاجروا من ديارهم من الجور والظلم الذي كان واقعا عليهم، فأماتهم الله سبحانه ثم أحياهم ليروا كيف أن الموت والحياة مرجعيته لله سبحانه، ويعلموا أن الحياة هي فضل ورحمة من رب العباد وليست استحقاق استحقوه لشيء عملوه قبله، ولكي يصلوا إلى نتيجة قاطعة بوجوب شكر هذه النعمة ألا وهي نعمة الحياة. ولكن كيف هو شكر هذه النعمة؟ أحد مصاديق شكر النعمة تبينه لنا الآية التالية، ألا وهي: القتال في سبيل الله، مع العلم واليقين أن الله سبحانه وتعالى سميع للدعاء عليم بذات الصدور، وأن الله سبحانه وتعالى عليم بالأنفس وعليم بالنصب والأذى الذي يقع على الإنسان في هذا الطريق، طريق ذات الشوكة. بعد هذا التقديم في الآيات، يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أقرب مثال في زمننا الحاضر لمضاعفة الجزاء والأجر هو والد الشهيد، فقد أقرض الله نفسه ودفع الغالي والثمين وأغلى ما يملك وهي روحه، حملها على أكفه ثم قدمها في سبيل الله، فضاعف الله سبحانه وتعالى له الأجر. وكل ما تروه هذه الأيام من فعاليات وأنشطة في مقارعة الطغيان والظلم
هي مضاعفة للأجر من الله سبحانه وتعالى، وهذا نذر يسير مما سيعطيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وللشهيد بسبب هذه التضحية والإقراض. الحسين كان قيادة ربانية أرسله الله سبحانه وتعالى للأمة ليخلصهم من جور السلاطين، ولكن وجه بالخذلان، وكذا الشهيد النمر. أرسله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة لينصرهم وليفضح طواغيتهم، فوجه بالخذلان فسفك دمه، ولكنه نصر من الله سبحانه وتعالى، فقد أثبت أحقية قضيته، وأثبت أن هذه الأنظمة لا فائدة ولا صلاح مرجو من ورائها، فليس من ورائها إلا سفك الدم، ولن تقبل بأي شخص يريد الإصلاح لها. أنتم يا من تصبرون على البأساء، أنتم هم أملنا، لا هذه الأنظمة الفاسدة ولا من يتقرب منها. أنتم أملنا بعد الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. فلا تستكينوا ولا تتراجعوا في الدفاع عن حقكم بكل الطرق المشروعة التي تبسط العدل وتمنع سفك الدم وهتك العرض. في ختام هذا الحديث، إخوتي، اتبعوا في طريق الحق من لا يسألكم عليه أجرا، اتبعوا من يتمثل خلق الرسول الأعظم، الخلق الذي عبر عنه القرآن، عبر عنه الله سبحانه وتعالى في قوله: عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. اتبعوا من يتمثل خلق النبي نوح في قوله: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. اتبعوا من لا يبيعكم ولا يتسلق على ظهوركم لمنصب أو مال أو جاه، اتبعوا من لا يستكين ولا يتراجع في البأساء، وشغله الشاغل نصرتكم والبوح بمظلوميتكم. وختاما، اتبعوا ودافعوا عمن يثبت في أقواله وأفعاله، ولا تتبعوا من يتلبس فكرا أو دينا وليس له من ذلك الفكر أو الدين شيء. اتبعوا رجال يثبتون في الميدان بأفعالهم، رجال نذروا أنفسهم للحق، كآية الله النمر: أهلي في البحرين، دمتم بعزة وفتح من الله سبحانه وتعالى ونصر قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.